ممكن تكون مجروح بسبب بعدك أيضا عن هالشخص، وفي إشي بدك تحكيه لإله، لأنه communication. ممكن يكون أيضا التواصل بينكم لأنه متوقف، هو اللي عم يسبب لك ألم هون، أو هو اللي عم أنت زعلان ومتحير من أمره، لأنه أفكارك واضحة جدا. اللي بتريده مبين إنه كتير واضح اللي بتريده، ولكن التواصل بينك وبين هالشخص صعب، وهذا عم يسبب لك حاليا جرح، أو زعلان من هالإشي، زعلان من إنه التواصل مش مثل ما كان في الماضي بينك وبين هالشخص، انقطع أو خف كتير عن الماضي. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم نشوف إنه الحبيب في كونفليكت بمشاعره الداخلية، يعني هالشخص متضارب بمشاعره الداخلية، لأنه عنده مشاعر كتير فياضة، ولكن بغير توجيه أو بدون توجيه، أو ما إلها دايركشن أو خط معين. يعني هالشخص ممكن يكون أيضا اللي عم تتعامل معه برج مائي. للبعض منكم الأبراج اللي ممكن تتعاملوا معها برج مائي، فهالشخص كتير حساس، أنت بتحس إنه كتير حساس، وكتير في عنده مشاعر، وبتحسه شخص كتير عميق، وهو بالفعل عنده مشاعر. عم نشوف هون يعني شخص emotionally mature، عاطفيا أيضا هالشخص ناضج، وما بيحب الكذب، ما بي يعني اللي بيحس فيه بيحكيه على طول، ولكن طبيعة مشاعره هون كتير متضاربة مع بعضها، لأنه ما في direction. ممكن أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده عدة اختيارات، عدة أشخاص في حياته، عدة عروض حب عم تقدم لها الشخص، وهو مش عارف أي وحدة يختار منهم. ف ايموشنلي أو عاطفيا الشخص اللي عم تتعامل معه حاليا ضائع، عم شوف، لأنه في عنده كتير اختيارات، كتير مشوش عاطفيا، وهالإشي عم يسبب له تضارب نفسي في جوا نفسه. انت طاقتك تكون مبين انه كتير واضحة، ولكن هو كتير ملخبطة، كتير طاقته ملخبطة. ايضا ممكن اذا ممكن ايضا الشخص بيحس انه هو إذا كنت أنت محوط بعدة أشخاص، ممكن يحس أيضا إنه في منافسة، أو بيحس إنه ما بده يقوم بها المنافسة مع الأشخاص اللي حواليك. يعني إذا في عندك أنت برج الدلو، إذا في عندك إكس، أو إذا في عندك أصدقاء عدة بحياتك حاليا أنت محوط فيهم، هالشخص بيحس إنه عندك عدة اختيارات، وهو خايف انه يظهر او يبين مشاعره، لانه اولا بحس انه ما بده يتنافس من اجل حبك، لانه عرضه صادق، فهو بخاف انه يستثمر بالعلاقة، وبالاخير انت يعني يكون في عندك عدة اختيارات وتختار شخص اخر، او تختار اشي اخر. ولكن عم شوف انت عم تطلع عليه، عم تراقبه من بعيد، عم تدرسه من بعيد، عم تشوف طاقتك انت اهدى من طاقته، او متوازنة اكتر من طاقته، ولكن بعمق المشاعر هالشخص مشاعره ممكن اعمق تجاهك من ما انت مشاعرك اعمق تجاهه بصراحة، لانه انت عندك سيوف طلعت اوراق عقلية، ولكن هو اوراقه عاطفية. فحتى إذا في بينكم تضارب، أو مش عم تتفاهموا مع بعض، مش عم تحكوا مع بعض، إلا إنه هالشخص كتير عاطفي،
وكتير بيفكر بعاطفته ومشاعره. بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج الجدي، عم شوفك عم تبعد عن إشي معين، ممكن عم تبعد عن علاقة قديمة، ممكن عم تبعد عن شخص قديم، أو ممكن عم تبعد عن هالعلاقة لأنه، أو راح تبعد عن هالعلاقة لأنه طاقة مستقبلية، لأنه بتحس إنه وصلت إلى dead end أو إلى طريق مسدود. مسدود صعب عليك، إنه أنت عم تشوف إنه ما في حل، عم تحاول توجد حل للمشكلة اللي عم تواجهكم أنت والحبيب، ولكن مش عم توجد لإلها حل. فأفضل طريق أنت بتشوفه، أو أفضل حل أنت بتشوفه، إنك تسحب حالك من الموضوع، أو تختار الصمت، أو تبعد، أو تنسحب شوي من العلاقة، إلى إنك عم تحاول روحانيا to manifest the person، عم تحاول تجذب هالشخص لحياتك روحانيا عم شوف، أو عم تحاول ممكن تجذب شخص آخر بيختلف من شخص إلى آخر، لأنه في عندك the magician، فأنت عم تستخدم هالطاقة لحتى تجذب شخص معين بحياتك. أيضا عم شوفك عم شوفك باني سور حول حالك، إلى إنك بتحبه، بس بسبب الجرح اللي سبب لك التواصل حاليا أو في المستقبل رح تكون منغلق على حالك، لأنه عم شوفك تضررت بالفعل. ممكن أنت تكون متضرر مش من هالشخص، ممكن يكون هالشخص جديد، شخص جديد في حياتك، وهالجرح من علاقة قديمة وما زبطت معك، أو علاقة قديمة فشلت، ومشان هيك أنت كتير guarded، كتير محافظ، كتير متحفظ، كتير باني حواجز حول مشاعرك. فبالمستقبل لسه عم شوفك متحفظ بمشاعرك، أوراقك ولا ورقة منها طلعت فيها كبس أو فيها مشاعر أو فيها عاطفية، وأغلب أوراقه الشخص عاطفية. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل، الشخص اللي عم تتعامل معه شخص بيركز على التفاصيل الصغيرة كتير، يعني ممكن بيركز على حكيك، أي إشي أنت ممكن تحكيه كاجوال أو ممكن تحكيه بعفوية، هالشخص بيركز عليه كتير، ولكن في عنده تفاني بالعمل، بمعنى إنه في عنده تفاني بالعلاقة، ومستعد إنه بخطواته بالمستقبل عم شوفه مستعد إنه يبذل مجهود بشأن هالعلاقة. King of Swords شخص عم شوف طاقته بالمستقبل، شخص كتير صادق، هالشخص ما بيحب الكذب، هالشخص كتير ماتشور. ممكن أيضا يكون في عندكم اختلاف بالسن، ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون أكبر منك، أو فكرته عن الحب بينكم أو اللي بده من العلاقة بينكم بده إشي كبير، بده 10 of cups، بده اكتمال، بده علاقة كاملة متكاملة، بده أسرة، بده علاقة جدية، بده خطوبة، بده زواج. فهمت علي؟ بيختلف من شخص إلى آخر، ولكن هو عم شوف إنه في عنده تفاني كتير، لأنه هالحلم اللي هو بده إياه سواء كان معك أنت أو مع شخص آخر، هو بخطواته بالمستقبل هالشخص عم يبحث حاليا، أو بالمستقبل عم يبحث إلى تكوين أسرة، بده يكون أسرة. فمشان هيك هو طاقته الحالية متلخبط كتير ومتضارب كتير عاطفيا، لأنه ممكن ما بيحب إنه في حواليك أشخاص، وأيضا ما بيحب إنه في المفروض يكون منافسة، بده نفس التفاني منك، بده نفس الاهتمام منك، لأنه مبين إنه أنت عم تمشي with the flow، مع الموجة، عم تمشي مع الجو، ما عم تجبر إشي.
ولكن هو بده إشي ملموس، بده إشي فعلي هالشخص. بدنا نوضح الوضع بينكم بالمستقبل، رح يكون شوي مشوش، انتو الاثنين شوي مشوشين، افكار داخلية، بارانويا، مخاوف داخلية. انت بيجوز في عندك مخاوف من علاقة قديمة فاشلة، وهو في عنده مخاوف من اشخاص بحياتك او عروض حب بحياتك. الوضع مش واضح كتير بينكم، فبدنا نشوف بالمستقبل طاقتكم المشتركة شو رح يصير بها الطاقة. هل رح يصير في كلاريتي، أو هل رح يصير في وضوح بينكم، تواصل بينكم؟ لأنه الاثنين متحفظين عم شوفكم على مشاعركم. ففي تغيرات مفاجئة رح تصير، في تغيرات بالوضع الحالي اللي انتو فيه رح تصير. إذا انت عم تحكي مع هالشخص بدك تنتبه، لأنه ممكن الوضع يتغير، أو ممكن يصير في حساسية بينكم، لأنه هالورقة بتحكي عن تغيرات مفاجئة صعب انك تتحكم فيها. وإذا انتو مش عم تحكي مع الحبيب، في عندك أو عم تحس رح توصل العلاقة في المستقبل إلى حمل عليكم. رح تحسوه إنه تقيل، لأنه يعني هالعصيان العلاقة بالمستقبل، أو ممكن للبعض منكم حاليا أيضا عم تحسوا إنها كتير معقدة بينكم. ممكن أيضا أنت بتحس إنه هالشخص كتير معقد، فالعلاقة بينكم ممكن أنت عم تحس أيضا إنه هي عم توجد لك شوي من الحمل، لأنه متطلبات هالشخص كتيرة، أو الستاندردز تبعه عالية، أو المستوى اللي عم يطمح لإله كتير عالي. فبالمستقبل عم شوف إنه رح تمروا بمرحلة رح يزيد فيها الضغط عليكم، ممكن روحانيا، ممكن عقليا. إذا بتحكوا مع بعض علاقتكم رح تمر ببعض الصعاب، إذا مش عم تحكوا مع بعض برضو رح تمروا عقليا ببعض الصعاب، اللي هي رح توصل يعني إلى مرحلة رح تكون كتير شديدة أو كتير معقدة، أو رح تحس إنه الحمل كتير زاد. ومن بعدها هاي هو اللي رح يوصلكم إلى استنتاج، أو رح يوصلكم إلى كلاريتي، أو إلى وضوح، أو إلى فكرة معينة، استنتاج معين، خط واضح تمشوا عليه. يعني مبين إنه العلاقة بينكم تحتاج لسبب ما، يعني من الله، إرادة الله، بتحتاج إنه تمر بهالمرحلة، لأنه ما رح توصل إلى، إذا أنت ملخبط عاطفيا أو هو ملخبط عاطفيا، ما رح يوصل إلى النتيجة النهائية أو القرار النهائي أو الانلايتمنت أو التنوير بهو شو بيريد، إلا بس يمر بهالضغط الشديد. فهمت علي؟ فمن بعد هالضغط الشديد رح يصير في تغيرات بأوقات مفاجئة، لأنه ويل اوف فورتشن دائما بتحكي عن التغيرات، فما رح تستمر هالطاقة لفترة طويلة، رح يصير في تغيرات ورح يصير في وضوح بينكم. بدي أوضح إشي آخر، اللي هو وضحنا إنه رح يصير في كلاريتي بينكم ووضوح، ولكن ما وضحنا إنه هل رح يكون في خطوة، هل رح يكون في تواصل. فبدنا نشوف هل هالشخص رح يقرر إنه يتواصل معك، أو يقدم لك رسالة أو عرض حب. بدنا نوضح شو خطواته هو بالمستقبل بالعلاقة، يعني مش فقط خطواته هو بنفسه، شو هو مصير العلاقة بينكم. أوكي، أوراق كتير 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 جميلة.
ممكن البرج اللي عم تتعامل معه يكون برج مائي، بالأخص برج السرطان، لأنه هالكرت بيتبع برج السرطان. فممكن البرج اللي عم تتعامل معه برج مائي. جادمنت، في بينكم بعد بالمسافات، ولكن عم شوف إنه في تقدم. ورقة التشاري بتحكي عن التقدم المستمر الدائم، فهالشخص في رحلة عن البحث عن الرضا العاطفي. هالشخص هو مختار قرار إنه هو بده الرضا العاطفي، بده 10 of cups، عم يبحث عن السعادة العاطفية هالشخص. وانت ما عم شوفه رح يقوم بخطوة تجاهك، ولكن هو في تقدم مستمر. اذا انت ممكن توفر له اللي هو بيريده، لانه هو هون اغلب كروته بده رضا عاطفي، بده أسرة، بده إشي جدي. عم شوف هالشخص عم يحاول يكون أسرة حاليا. فإذا أنت بتشوف إنه بتقدر توفر له اللي هو عم يبحث عنه اللي بيريده، هالشخص ممكن يحطك في عين الاعتبار، لأنه هو الإشي الوحيد اللي خلاه يبعد عنك إنه عم يحس انك مش جدي، عم يحس انك غير جدي، عم يحس انك انت محوط باشخاص واطراف اخرى. فهمت علي؟ فهو عم يبحث على هالسعادة، عم يبحث على تكوين اسرة، فبده الوضع يكون كتير جدي. ممكن يصير في بينكم لقاء، او يصير في بينكم حديث غير متوقع، لانه مثل ما حكينا ويل اوف فورتشن، تغيرات في الأحداث غير متوقعة راح تصير. فممكن الوضع بينكم راح يتغير، بمعنى إنه راح تصير تغيرات أنت حتى وهو مش راح تتوقعوها، وراح توصلوا إلى استنتاج أو إلى فكرة إنك راح تفهم بالفعل هالشخص شو بيتطلب منك أو شو بيريد منك، لأنه مبين إنه أنت ماخذ الوضع بأراحية أكتر، يعني براحة أكتر، إنه أنت ماشي على هوا الجو. ولكن هالشخص عم شوف في عنده شوي أيضا control issues، أو بيحب شوي السيطرة، بيحب يسيطر على تطور هالعلاقة، لأنه عنده king of swords، فبيحب يكون متحكم أكتر بالأمور. فمشان هيك بده اهتمام منك أكتر، بده devotion، بده اياك تعطي على قد ما هو بيعطي بالعلاقة. اوكي حبايبي برج الدلو، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. ان شاء الله رح اشوفكم في فيديو